بص، حفلتنا فرقه جديده، الفرقه تقريبا مش منها 9 سنين اللي فاتت، الفرقه كلها صغيره 2003 و2004 و2005 و2006. بنحاول نعمل فرقه جديده نادي الشمس ان شاء الله. الماتشات لحد ما صعبه، بس بنحمد ربنا ان احنا بنكسب، والمكسب مهم جدا في المرحله دي. بس ان شاء الله على وعد، يعني في دور الثمانيه ان شاء الله باذن الله، اللي احنا قربنا منه كتير بالمباراه دي، عشان كده كانت مباراه مصيريه لينا وللطيران. يعني ده ملعب الطيران، اول مره يجيبوا جماهير، وطبعا عشان الماتش ده هو تقريبا بنسبه كبيره بيحدد مين اللي طالع دور الثمانيه. فاحنا ان شاء الله على دور الثمانيه هيبقى شكلنا افضل كتير ان شاء الله، وبنحمد ربنا طبعا على النتيجه النهارده. لا، من اصعب المواسم في كره الطايره النسائيه السنه دي. تدعيمات نادي الزمالك المحترفه اللي جت في نادي سبورتنج، النادي الاهلي جايب 2 محترفين اول مره يعملها. لا، السنه دي دوري مختلف تماما عن اي دوري فات قبل كده. الطيران صاري خصم جامد، هو مش سهل خالص، واحنا جايين ومحضرين الماتش ده كويس قوي. اول جيم عدى عادي، بعدين حصل دروب شويه، بعدين لما رجعنا لمينا بعض وسمعنا التوجيهات اللي الكابتن عملها، الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالماتش. بعيدا عن السنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان دايما الاهلي هو واخد المركز الاول، وبعدين تحت كنا بنتنافس يعني مع بعض. السيزون ده مختلف جدا جدا، لا في فرق كتير جدا اقوياء، زمالك، صيد، سبورتنج. احنا السيزون ده جالنا عناصر جديده، جالنا جهاز جديد، واخدين السيزون ده مختلف تماما. فلا، السيزون ده اصعب واحسن من اللي جايين اللي فاتوا بكتير. يعني طبعا هو ماتش تقيل قوي قوي، فرقه الطيران فرقه محترمه وقويه بصراحه. احنا بقالنا كتير قوي بنتمرن يعني على وبنحط خطط على الماتش ده بصراحه. فرقه الماتش ما كانش سهل خالص خالص، واللعب كان رايح جاي بصراحه. والله الحمد لله البنات عملت اللي عليها. هو احنا جايين من منطقه بعيده خالص، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب ونخش دور الثمانيه، وباذن الله ان شاء الله يعني احنا قادرين. يعني الماتش احنا يعني أسوأ يعني الاحوال، الناس اللي كانت تتوقعش ان الطيران يوصل للحته ديت، وان احنا ننافس بالطريقه ديت. احنا المنافسه بيننا وبين نادي الشمس ان شاء الله هتبقى قويه، وان شاء الله احنا قادرين نرجع تاني باذن الله. ده ماتش من ضمن الماتشات. يعني الماتش طبعا كان في الملعب قوي وكان سهل يعني، بس جيم الرابع اتخطف مننا، ونزلنا طبعا الخامس بقى ابتدينا نتنشن يعني شويه، بس عملنا اللي علينا لحد اخر نقطه يعني. ان شاء الله ربنا يوفقنا في الجاي باذن الله. يعني احنا طلعنا اللي عندنا، بس يعني كان في شويه اخطاء بسيطه، واكيد هناخد بالنا منها. ولسه الدور الجاي، لسه المشوار قدامنا طويل، مشوار الثمانيه لسه ما خلصش، لسه بدري. المنافسه على دخول الثمانيه اكتر من دخول اللقب، المنافسه صعبه، كل فرقه بتطلع اللي عندها، بس بجد لسه بدري، يعني لسه بدري. الدور اللي جاي الدنيا هتختلف تماما.